سقوطنا في طرابلس وسقوطنا في عرفت في الشرفاء عرفت اللي قاعدين في طرابلس بيحرون عرفته في سرته الا الكلاب الاخرين هذول انت عندك بريك هذول طرف عين ما ناس معدلين عليهم بالحيل ولا ساكتك مع لسانك مع شكون يا ممسخ انا افتح لك امسك يا شوفي شوفي كلام عيب اللي تدوي فيه مظبوط يحكي باسلوب مظبوط يحكي باسلوب ما فيش داعي الكلام الفاسق احكي معنا باسلوب يا سيدي اقنعنا يا سيدي انك انت الحق نتاعك وين اقنعنا يا سيدي انت علاش قاتل مع القذافي بس نبي نعرف شنو المصلحه انك انت خاطر انك مستكر هذه انا بواش ما تحكيش لنا عارف انك تحكي انك مستكرت ومستقرتك وحظ وراك مرتزقه ان كانت وخر يقتلك في الحالتين المقتول تقدم تنقتل الا في حال سلمت نفسك عليك الامان لكن في حال توخر حيقتلوك هم الكلاب اللي حلوا اللي حرموا انتوا غرسموا على جهاز يوم انت مجموعه منهم قال لها تبي تنسحب قال لها تعاملوا معاهم اللي يسحب قلت من لاورا يعني هذا قدركم عندهم اتقوا الله في انفسكم كان فيكم كانتوا ناس مسلمين كان هذه حاجه واحده اخرى الله اعلم بها هذه حاجه ثانيه لكن كانتوا ناس عندكم صغار وعندكم اهل ومن بنا بيتيه اتقوا الله في انفسكم والله العظيم قتلتوا الاطفال وشردتوا النساء ويتمتوا الناس والله تضربوا في الصواريخ على المساكن والله كم عائلات قتلتوها هذا يختصوا منكم في الاخره قدام الله سبحانه وتعالى والله انت حتى الحيوانات لما الحولي لقرن ينطح النعاشه الدبكه يختص منها النعاشه تختص منها عند الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر ولما الدبكه تشتكي من القرنه تنطق تجاوب وين ما تنشدها يا جماعه والله قسما بالله طبعا ما بيش نقول لك ايه والله حديث لان حكينا معكم بالايه وبالحديث ما تبيش تقتنعوا لكن نجيكم بالشعر نجيكم بلي نجيكم بكل الطرق انتم الحولي لكم انتم ناس انتم ناسنا انتم عربنا ما عند انتم بني جلدتنا ما عندنا وين نمشوا منكم وانتم ما عندكم وين تمشوا منا نحن بقدر الامكان والله ما وخوف انتم عارفين وين قاعدين تو يا جماعه سبحان الله العظيم مشكي الموضوع مشكي سبحان الله فكروا ما عندكمش عقول فكروا بها سبحان الله سبحان الله رش انفسكم يا هو اللي عنده فرصه يبرط يجينا والله عليه الامان اللي عنده عويله يبرط عويله يجي اي حل يطمر في حفره معش طول العمليه والله ثور في جبل غربي وكذا والتحمى مع سليتن والله قاعدين على مشارف تجوره والله هذا ما عندي ما نقول لكم ونسال الله كم فيكم خير ان يهديكم وكمل فيكم خير نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلكم محمد في جهنم ديروا كيف منين تحرر ليبيا وتردوا احرار معانا ويقعد يد وحده ضد البراني وقسما بالله هذا كذا من صدق احكي لكم وخوفي عليكم واللي فيها الخير يجيب الله واللي كتبها الله ما يغير فيها العبد شيء ونسال الله كم فيكم خير ان يهديكم وهذه كثير انت اخوكم سعاد عبد السلام الطايره من دارنا والسلام عليكم. يا سفر سبعي يا سفر سبعي.